الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
على قد ما كانت غزقتك فيه اللحني انت بتحرق على البيت وانت جاي تتجسس علي. سيجارة عبد راسك. ليش ما صوم يا اخوي راشد؟ اخوي صمت كم يوم زهقت من نفسي. زهقت من نفسك؟ بس انا مفشل شنو؟ لا قعدت كل يوم الصبح القى ريحة حلجي خايسة. قال رسول الله عن حديث قدسي لله تعالى: لكل عمل كفارة والصوم لي وانا اجزي به، ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وقال ايضا: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو لله وهو يجزي به، والصيام جنه، والجنه هي الوقايه التي يقي بها الشخص نفسه. طيب ايش شوفك تفطر رمضان؟ ما تخاف من الله ولا تستحي من نبيك؟ قال الله تعالى: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وراشد وخلاص الصالحين. اللهم لا تجعلنا ممن يبغون الآخرة بلا عمل صالح. اللهم ارزقنا من الخير أكثر مما نأمل، وابعد عنا من الشر أكثر مما نخاف، واغننا بحلالك عن حرامك، إنك أنت السميع العليم المجيب.